اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، كريم سعيد واحمد ثابت. هنتكلم عن خارطه الطريق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه حتى بدايه المعسكر. بدايه المعسكر هتلاقي الدنيا في هديت، ولا حد بيتكلم عن صفقات ولا حد بيتكلم عن مدير فني، لانه الصفقات والمدير الفني هيكونوا انتهوا، فيعني هنكون عرفنا كل شيء. خارطه الطريق مع النادي الاهلي و صفقات الاهلي في الاعلام والحديث عنها، كلام كتير جدا. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام. ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام. كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. خارطه الطريق يا احمد لغايه المعسكر. طبعا النادي الاهلي بيستعد دلوقتي في الفتره الحاليه، دلوقتي في اغلب اللعيبه، طبعا كل اللعيبه واخده راحه، والفتره دي فتره مهمه ان اللعيبه، احنا بقى لنا فتره طويله اللعيبه ما خدتش راحه يعني. فدي حاجه مهمه جدا طبعاً. الجزء الثاني ان النادي دلوقتي شغال على عمل، ما فيش حاجه اسمها ان النادي الاهلي مش هيعمل صفقات او النادي مش هيجيب صفقات، لا، النادي الاهلي هيعمل صفقات وبيجهز في الفتره الحاليه لصفقات هتبقى قويه. بس يا جماعه الصفقات مش بالكم، يعني الصفقات مش بكم، الصفقات بكيف. يعني ايه؟ يعني انت بتشوف المراكز اللي انت محتاجها، هل في لعيبه بره انت هتبقى مثلا اضافه للفرقه؟ اكيد طبعا في لعيبه. اعتقد النادي الاهلي شغال على ملف اللاعبين الافارقه بقوه، الاجانب، يعني حته الاجانب ديت النادي الاهلي شغال عليها. اعتقد ان احنا هنشوف يعني ممكن اثنين لعيبه او ثلاثه كمان لعيبه ممكن يكونوا اضافه بشكل قوي جدا في حته الافارقه، هيفرقوا بشكل كبير. برضو هنشوف لعيبه مصريين. النادي الاهلي خلص صفقات يعني، وهيتم الاعلان عليها في الايام اللي جايه يعني ان شاء الله. انت بتقول الكلام ده لان الناس مطلعيني ان انا بقول ان مفيش صفقات. انا بقول يا جماعه دي وجهه نظر احنا بنقولها، ان الصفقات مش لازم اعمل 30 صفقه علشان ابقى انا النادي الاهلي. يعني والشطاره كمان يا كابتن اسلام في السريه. دلوقتي الناس اللي كانت بتنتقد زمان، دلوقتي انت ما تعرفش اسم المدير الفني لغايه دلوقتي، كل الناس عماله كل شويه تسمع صربي الماني مش عارف ايه دلوقتي من ساعه الماني مش عارف ايه نمساوي. امبارح كان الالماني اول امبارح كان السويسري اول كده يعني. فانت كل يوم الشطاره في السريه. والنادي الاهلي طول عمره شطارته في كده، ان انت مش عارف ان انت المدير الفني، كل شويه نسمع المدير الفني، فننتظر الاعلان الرسمي يعني. الحاجه الثانيه الصفقات، انا بقول لحضرتك بالنسبه يعني خلاص النادي الاهلي خلص صفقات وهيتم الاعلان عنها الفترة الجاية صفقات قوية، وشغالين على ملف كمان اللعيبة الأفارقة بقوة، نشوف صفقات إن شاء الله قوية في الحتة دي. أنا ما عنديش فكرة الحقيقة. أنا بقول حضرتك إن شاء الله يعني، أكيد عند حضرتك فكرة. لا أنا ما أعرفش، ما أعرف حاجة يا عم. اتفضل. الفكرة كمان إن في دلوقتي برضو عشان الناس بس تطمن، إحنا عندنا لغاية يوم 15/9 القيد الأفريقي. يعني الصفقات الجديده اللي هتجيبها دي هتأيدها يوم 15 لغايه 15/9، فاحنا معانا النهارده 5/6، بتتكلم لسه قدامك 9 ايام او 10 ايام في الرينج ده. في خلال التسع ايام او العشر ايام دول هتلاقي الصفقات كلها تم الاعلان عنها، هتلاقي المدير الفني جه، خاصه كمان ان احنا داخلين على معسكر في هولندا. المعسكر ده من يوم 18/9 ل 28، 10 ايام معمول في مدينه اندهوفن، هيتخللوا مباريات وديه. المباراه اللي تم تحديدها خلاص اندهوفن، لسه ممكن يبقى في مباراه تانية مع الكمار او فرقه تانية، بس اللي تم بكره انا جايب عامل شويه فيديوهات كده من المعسكر اللي هناك وعامل فيها شغل لطيف يعني. بكره نزح على الجمهور النادي الاهلي المعسكر شكله عامل ازاي والامور ماشيه ازاي وايه اللي هيحصل كل حاجه يعني في هولندا. فاعتقد ان فتره المعسكر دي مع تواجد الصفقات مع تواجد اللعيبه، خلي بال حضرتك برده ان احنا عندنا قوام، يعني الصفقات مش بالكام مش ان انا اروح اجيب حارس مرمى وثلاث مدافعين وثلاث مش عارف. يا جماعه هي طيب مش كده، هي كمل بس نقطتك. هي مثلا هقول لحضرتك مثلا على مركز معين، مركز لعيبه الارتكاز، احنا عندنا مين؟ حمدي فتحي، السوليه، ديانج، اكرم توفيق، محمد محمود واحمد نبيل كوكا. انت عندك سته، لو انت شفت انت اي لعيب هيجي من مصر هيبقى بديل للعيبه دي، حتى لو بديل الستة؟ انت بتاخد اتنين من بديل لحمدي فتحي والسولية وديانج. مفيش حد في مصر يقعد حمدي فتحي والسولية وديانج تحديدا. انت ولا محمد محمود ولا لو خد خمس ست سبع والصاعد بالنسبه لهم البديل اللي صاعد احمد نبيل كوكا. فانت حتى لو جبت اي حد في المركز ده، اعتقد ان المركز ده متغطي كويس جدا بشكل مركز المدافعين متغطي بشكل كويس. هي النادي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج اتنين اجنحه. وجهه نظرك انت وجهه نظري الفنيه ان النادي الاهلي محتاج اتنين اجنحه تقال
او ثلاثة كمان يصنعوا الفارق، وده اللي النادي الاهلي شغال عليه. لا ثلاثة هتجيبهم منين انت؟ ثلاثة انت ليك اثنين افارقة بس. ما لا مصري، ممكن يبقى في واحد مصري. ممكن يبقى في واحد مصري، ممكن يبقى في واحد مصري في الحتة دي. يبقى انت مش محتاج ان انت تجيب 12 عايز تقوي هجومك يعني. بس لا لا، هي فكرة الهجوم. انت محتاج اثنين قدام اجنحة، ومحتاج راس حربة برضو اضافة مع الفرقة. لكن انت كقوام فرقة، انا شايف ان يعني حراسة المرمى مثلا الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، ثلاثة هايلين. انت عندك حارس ثالث صغير هيصعب معاهم، وعندك حمزة علاء في المنتخب الاولمبي كمان، وعندك مصطفى مخلوف في 2003. عندك حراسة المرمى متغطية، عندك الدفاع سواء لعبت باثنين او المدرب الجديد هيلعب بثلاثة. الدفاع عندك مين؟ ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، مين كمان؟ ياسر ابراهيم ورامي ربيعة، تمام. ده الدفاع برضو متغطي بشكل كويس ومتولي، وممكن عودة، في احتمالية لعودة محمد مغربي. يبقى انت كده مغطي الحتة دي، يعني مغطي مركز الدفاع بشكل كويس. عندك ومغربي برضو، ايمن اشرف بيلعبوا في الباك ليفت، علي معلول بديله ايمن اشرف، وعندك محمد اشرف. ناحية اليمين اكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد. عندك ثلاث لعيبة ناحية اليمين، وكريم يقدر يلعب الناحيتين، وكريم يلعب الناحيتين كمان وشمال. خلينا نتكلم برضو المركز الاساسي، يعني ان هو عشان برضو يبقى الحاجه الاساسيه قوي. كريم فؤاد، اكرم توفيق، محمد هاني. الراجل ده بركات مره لعب باك ليفت. كمل بس، كمل عشان دي نقطه مهمه. تمام. واحمد فتحي برضو بيلعب باك ليفت كان معانا، بس ده لعب ماتش كده وما كررهاش تاني. حته الارتكاز، السوليه، حمدي فتحي، ديانج، محمد محمود، كوكا. اوكي. واحمد نبيل كوكا برضو بيلعب ايه؟ باك ليفت. وعندك برضو رافت خليل في الحته دي بيلعب باك ليفت وبيلعب جناح. كل ده في الاماكن دي. تعالى اللي قدام، صانع الالعاب، عندك قفشه لو هتلعب بال 4 2 3 1. عندك قفشه وعندك احمد عبد القادر، واحمد عبد القادر برده بيتواجد على الاطراف، ومحمد محمود بيلعبها برده. الاطراف عندك طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، مين كمان يا جماعه؟ بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، دول موجودين وهيبقى في دول الاربعه، وهيتم التدعيم بقى عليهم. اكيد هيبقى في تدعيم في الحته دي باثنين مثلا في اجنحه. وعندك بقى راس الحربه محمد شريف، وواحد كمان اللي هو ممكن يكون متواجد، يبقى انت حسام حسن، صلاح محسن. دول اللي هم يعني ايه متواجدين حاليا. مع الصفقات الجديده اللي هتخش في الحته الاماميه، يبقى انت عندك قوام فرقه، قوام فريق محترم. ان انت ده اللي انا بتكلم فيه بقى يا كريم، اللي هو انت راجل بقالك فتره برضو بتشتغل، فتره طويله بتشتغل في الاعلام والكلام ده، ليه الناس دايما بتاخد كلمه وما تاخدش الباقي؟ يعني انت لما تيجي تتكلم وتقول ان انا من وجهه نظري، وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير، انه اللاعبين المحليين اللي مستواهم عالي قوي، اللي هم لعيبه، معظم لعيبه مصر الحقيقه مستواهم هايل ورائع وعالي جدا. انا ما بتكلمش على كده، ولكن انا بتكلم ان برضه مستوى لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين بالاسماء اللي احمد اتكلم عنها في كل مركز هايلين. فبالتالي انا بشوف ان انا محتاج لعيبه معينه تيجي تعمل الفارق. وانا قلت السؤال ده للكابتن شريف والكابتن عادل وردوا عليه، ان انا لما اجيب محمد ابو تريكه، لما اجيب بركات، لما اجيب عماد النحاس، لما اجيب شادي، لما اجيب وائل جمعه، لما اجيب الناس دي، جت عملت فارق كبير داخل النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ساعتها كان محتاج في الوقت ده تدعيم كبير باكثر من تقريبا، اعتقد ساعتها كان 8 صفقات. يعني النادي الاهلي ساعتها كان كاستيو جه ساعتها اللاعب في الكولومبي شهر واحد. لا كاستيو جه في الصيف، جه مع تريكا وحسن مصطفى، جم في يناير مع بينيو اللاعب البرازيلي، ساعتها كان 3 صفقات جم في شهر يناير. بعد كده في الصيف النادي الاهلي دعم بحوالي 8 صفقات. لا انا مش هذه الفكره، انا اقصد ان الفكره ان الناس اللي جت كلها في هذه الفتره، نعم، كان لها دور طبعا كبير في ان تطوير الاداء الفني للفريق، يعملوا بصمه في الفريق. برافو عليك، هو ده اللي انا بقوله بقى بالظبط. فاحنا هنا عايزين نتكلم على، انا عايز اجيب كلام سعيد مثلا، طبعا عايزين نتكلم الغرض من الصفقات ومن فتره التقليات، وهي تدعيم الفريق في الاماكن الناقصه. أيوة. في او انك بتدعم لاعب بيلعب اساسي ومعهوش بديل، فبالتالي لما بتلعب في كذا بطوله في نفس الموسم وعدد كبير من المباريات، اللاعب ده مش بيلاقي له بديل يشيله او يسنده في بعض فترات الموسم. خلينا نتفق يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي الموسم ده ما كناش في افضل حال في بعض الاحيان، وبالتالي اللي الناس المتابعين وجمهور النادي الاهلي شايف ان لعيبه الصف الاول في وقت كتير كانوا في شكلهم وحش. طيب الشكل الوحش ده لازم نعرف سببه، لان انت النهارده ما ينفعش مثلا اجي احكم على لعيب كلاس ايه عندي بان هو اجيب له بديل وهو مش مرتاح. لا ما ينفعش، لان اللعيبه دي
قدرت ان هي تجيب لي اثنين افريقيا. واه في نفس الوقت ممكن حد يقول لي يا كريم طب ما احنا خسرنا اثنين دوري، صح، بس خساره الدوري لما هنيجي نحللها ليه اسباب كثيره بعيدا برضو عن ان اللعيبه وحشه او اللعيبه سيئه. اللعيبه كانت سيئه في بعض الاوقات، بس مش عايز اقول ان هم سيئين لان هم ما كانوا في قمه مستواهم البدني والذهني والفني وقدموا لنا مستوى وحش. لا مش دي الحقيقه بصراحه، اللعيبه قدمت المستوى السيء بسبب ظروف هنبدا نقعد نحللها ونشوف. طيب النادي الاهلي دلوقتي هل محتاج صفقات فترة الخطط الصيفية؟ مليون في المية محتاج عدد من الصفقات في وجهة نظري الشخصية مش هيقلوا عن 5 أو 6. أنا كنت أتمنى على مستوى شخصي 8 و9 و10، لكن لو ساعات في ظروف في السوق بتجبرك إن أنت ممكن تقول خلاص أوكي أنا ممكن أدعم ب5 أو 6 وأجل شوية ليانير عشان ما أختارش لعيب أو صفقة ما يبقاش شكلها كويس، لأنه وضع في الاعتبار في نقطة مهمة. الجمهور بيحب الصفقات الجديدة، فكرة الصفقات الجديدة الجمهور بيحبها طبعا لأنها جزء من التنافس. إن برضو الجماهير، وخلي النقطة مهمة جدا يا كابتن سلام، ساعات التنافس ده ممكن يضر النادي. ليه؟ اللاعب تمنه هو تمنه 10 قروش. التنافس الشديد والتناحر الشديد على السوشيال ميديا يرفع تمن اللاعب ده من 10 قروش ل 40 قرش فيعمل أزمة. وده شفناه. طيب يبقى احنا هنا وضعنا الحالي بنقول ايه؟ بنقول ان طبعا اي حد هيجيب السكواد او قائمه النادي الاهلي ويحطها كده قدامه على الورق هيبدا يلاقي ان في بعض المراكز التي تحتاج التدعيم السريع جدا، زي مثلا في وجهه نظري مركز الجناح الهجومي، مركز راس الحربه الصريح، مركز صناعه اللعب. دي مراكز النهارده محتاجه تدعيمات سريعه ومباشره. خط الوسط لا، ممكن ادعم لكن مش برايورتي، مش اولويه. ليه؟ بكل امانه مصر ما فيهاش لعيب رقم 8 اعلى من عمرو السولية، مفيش. تعال نجيب كل اسماء اللعيبه في الدوري كلهم، مين يطلع عمرو السولية؟ مستحيل، مش هنلاقي. طيب مين مركز 6 على اليو ديانجو على حمدي فتحي؟ مستحيل يلعب عليه، مستحيل. ولكن ممكن ساعات بعض الاحيان جوزيه كان له وجهه نظر، كان بيحب دايما المركزين دول يبقى عنده في 6 لاعبين. في مدير فني يقول لك عايز 5 بس او عايز 4 لحسب الطريقه اللي بيلعب بيها. ما برضه الناس وهي بتفكر في المراكز خلي بالك المدير الفني هو بيحط القايمه، ما هو على حسب طرق اللعب اللي هو بيلعب بيه. عايز يلعب ازاي النهارده؟ احنا بنقول اجنحه لان النادي الاهلي وطرق اللعب الحديثه بتعتمد على الاجنحه. النهارده لو مدير فني في التسعينات هيقول لك لا 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 انا بحب راس الحربه الصريح اللي هم بيلعبوا في البوكس، عايز 4 انا عايز 4، عايز 4 جوه البوكس لان انا بلعب 4-2 فلات على طول، وبالتالي الاثنين دول هيتغيروا. فهي لازم الناس وهي بتحسب الحسبه بتاعتها تبقى واخده بالها ان في يعني في اعتبارات فنيه تاتي في المقام الاول وانا بتفاوض. والحاجه الثانيه كمان ان السوق نفسه عايز مني، يعني النهارده انا اسف ما حدش يجبرني ادفع في ابو قرش وقرشين 20 و30 قرش عشان مجرد بس النادي الاهلي قال انا عايز اللعيب ده. لا ما ينفعش بصراحه. لا احنا النهارده بنشوف في مغالاه وفي امور بتخلينا النهارده ممكن بقى النادي الاهلي فعلا يستغل الصفقتين الاجانب، يعني يجيب اسمين فعلا اقوياء جدا يشيلوك، لان النقطه مهمه لو انت بقيت قوي جدا في الخط الامامي والحته دي بس ده بيشيل من ورا لان على طول بهاجم. كمان المدير الفني لما بيلعب باسلوب مثلا هدي مثلا زي رينيه فايلر كان عنده مثلا سيستم ان انا دايما ببدا الضغط بتاعي من قدام، ما كناش بنشوف حد بيروح على الاهلي. فهي ليها نسبة وتناسب، فالناس لازم تصبر وطريقة لعب. الناس لازم تصبر، لان احنا النهارده لما نبص على خارطة الطريق بتاعت النادي الاهلي احنا ستيل لسه في تأخر، مفيش مشكلة، لكن معانا وقت. ما تضغطنيش بقى. ليه؟ ان انا لسه النهارده عندي المعسكر بتاعي تحدد له يوم 18، واحنا النهارده ماشيين زي ما احنا يعني نصحنا. مهم جدا جدا موضوع المعسكر الاوروبي، انه بيخلينا نبدا الموسم احمال افضل، مرتاحين. مركز بس في التمرين. ونرجع بقى ان احنا يا جماعه احنا الموسم ده فعلا هيبدا هيبدا بماتش قوي جدا. احنا دول 32 في دوري الابطال. بنتكلم على نسبه كبيره. الاتحاد المونستيري. فاحنا ان شاء الله عايزين باذن واحد احد خلال الايام الجايه، ولسه الاداره والمجموعه اللي ان شاء الله تختار المدير الفني وتختار اللعيبه، يعني ربنا يوفقهم. لسه معانا وقت، معانا 5 أيام او اسبوع نقدر، لان الاعلان في يوم واحد. لازم واحد وراجل بيشتغل في يومها، يعني يوم واحد ايه ده؟ هم 3 4 ساعات. اذا لم يكن هناك
يعني انا متخيل يعني ما اعرفش طبعا دي مش معلومه انا متخيل ان لو النادي الاهلي بيقارن ما بين ثلاث مديرين فنيين فالثلاث مديرين فنيين مليون في الميه شافوا الفرقه وشافوا سكواد الفرقه وشافوا الاماكن اللي من وجهه نظرهم وبعتوا للنادي الاهلي وقالوا لهم احنا عايزين كذا وكذا وبناء عليه بيتم وجهه نظر ما اعرفش صح ولا غلط. لا ربما واحنا اهو طب احنا قبل تعيين سوارش ما اكدنا معلومه ان سوارش كان بيتفرج على النادي الاهلي تسع ماتشات اهلي والزمالك اللي هو كان اول ماتش بعد رحيل بيتسو صح موسيماني وفي بعض حاجات تانية ان من حق المفاوض في النادي الاهلي او اللجنه المنوط لها بالتفاوض مع مدربين او لاعبين بكل امانه انها تطرح بعض الاسماء غير الصحيحه بكل امانه طبعا عشان عايز احافظ على شغلي انا لو بشتغل الشغلانه دي انا قلت امبارح ان في حاجه اسمها زي ما حقي على فكره التفاوض زي ما في تكتيك في كره القدم في تكتيك في التفاوض يعني ايه يا جماعه كريم سعيد ده لعيب هايل لعيب جامد جدا واحد من افضل وارمي في كل حته ممكن طبعا او ما انا كل الناس تجري تبوظ لي كريم سعيد وانا شغال احمد ثابت في حته ثانيه أيوة ده اللي انا قلته امبارح انا عايز اضيف حاجه كمان في الموضوع ده احنا النهارده في شهر كام 9 احنا قدامنا كام لغايه شهر يناير 10 11 12 3 شهور يعني انت اصلا الباب القيد هيفتح تاني في يناير يعني انت لو جبت حتى في الفتره دي 5 صفقات هو مش بالعدد يا جماعه يعني هي انت لو جبت 5 صفقات انت هتلعب بيهم 3 شهور الموضوع كله 3 شهور بدايه دور ال 32 لا ممكن يزيدوا على 5 ممكن يزيدوا على 5 ممكن يزيدوا على 5 احنا ما نعرفش حدود مثلا يعني 5 6 في الرينج ده هي مش بحكايه ان انت تجيب 10 و11 ومش مش بقى إن انا يعني بشوف ان يا جماعه بعيد جدا ان انا اقعد اقول ان انا عايز اجيب 15 لعيب ولا 10 لعيبه لا انا عندي فرقه زي ما انت قلت كده وحكيت احنا عندنا في كل مركز 1 و2 و3 قد انا معاك ان في بعض المراكز تحتاج لتدعيم فوري طبعًا دلوقتي طبعًا ده كلنا متفقين كجمهور النادي الاهلي كلنا متفقين على هذا الامر لا ومحدش يظن يا كابتن اسلام ومحدش يظن النادي الاهلي هيعمل صفقه او صفقتين بس لا ليه يعني انت برضه نفس الوقت ايه ما هو الكلمه دي مطاطه قوي اللي هو يقول لك ايه ده كده هم بيمهدوا لنا لا لا هم مش بيقولوا مفيش صفقات هم قالوا خلاص لا مفيش صفقات يعني مفيش صفقات ان احنا طالعين لا سؤال بس تعليمات كاتبين تعليمات لا 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 والله مهم ده يعني مفيش صفقات يعني مفيش صفقات يعني صفر يعني صفقه واحده ده مستحيل يعني ده اصلا كلام مش منطقي لا اللي احنا بنتكلم فيه على الاقل لا على الاقل بسم الله الرحمن الرحيم في صفقتين على الاقل اللي هم ثلاثه في ثلاثه خلصوا لا يعني انا مش بتكلم على اللي خلص انا بتكلم على اي حد بيفكر ومحدش يعرف ان في ثلاثه خلصوا او اربعه ولا خمسه الله اعلم الله اعلم لكن انا اقصد اقول لك ايه انه في على الاقل صفقتين اللي هي الصفقتين بتوع الافارقه اللي هم يعني الاجانب انا اسف مش الافارقه الاجانب الصفقتين دول على الاقل لازم يعني هيجوا والنهارده اللائحه الجديده ادتنا فدي اثنين وثلاثه تحت في لائحه جديده لا وفي لائحه جديده اللي هي ثلاثه اللي تحت ثلاثه اللي تحت خمسه في منهم لعيب 21 سنه 21 سنه هي اللائحه في باطنها هي في ظاهرها ثلاثه بس هي الفعليه واحد بس ليه؟ واحد لان كل اللي يطلع فوق اللي هو 2001 اللي هو 2001 صح والحاجه الثانيه كمان ممكن يطلع بس هو اكيد مش هتلاعب مع الفريق الاول مش زي الفريق الاول بس في حاجه ثانيه مهمه جدا هي اللائحه بتقول ايه؟ خمسه في الملعب أيوة. خمسة يخشوا القايمة يعني انت هتجيب هيبقى عندك ستة أفارقة في الفرقة أيوة. خمسة يخشوا القايمة خمسة في الملعب بس فدي برضو هتبقى إضافة للأندية المصرية كلها طبعا. ان لو لاعب أفريقي اتصاب لاعب مثلا انت اتصاب موقوف فتقدر تدخل اللاعب الصغير ده في السن سواء انت هتبيعه طبعا هتسوقه فدي هتبقى فكرة كويسة في البداية هذا الأمر وبالتالي احنا بنتكلم عن ان في صفقات ايوه في صفقات هل اللي احنا بنقوله ده تعليمات وتمهيد لما هو لا يا جماعه ولا تعليمات ولا تمهيد احنا بنتكلم بشكل حر جدا لما بيبقى في حاجه خاصه بالنادي بنقول يا جماعه في واحد اتنين تلاته ده بتبقى لازم تكون ظاهره على الموقع الرسمي للنادي وعندنا لكن احنا لما بيجي نتكلم انا من حقي يا جماعه اتكلم انا والله العظيم والله والله كريم يتكلم على الباب ما حد قال لي حاجه اقسم بالله والله العظيم مش ممكن يعني بس لكن اوكي انا وريتك صح وريتك ايوه ثلاث اربع تعليقات واحد باسم كريم سعيد وواحد باسم احمد سامي واحد باسم اسلام نفس الكلام بالظبط هنا وهنا وهنا ورا بعض في نقطه مهمه ان الناس اوكي مفيش مشكله في السنوات الاخيره بنلعب ماستر ليج وبنلعب التيمت تيم وبنلعب الالعاب الالكترونيه اللي ايه بتدخلنا في الصفقات هي بقت لعبه حلوه بصراحه بس واحنا بنحسبها وانت بتحسبها لفريق زي النادي الاهلي وانت فريق انت بتحبه وعايز طبعا يبقى يعني عامل ميركاتو كويس اكيد انا ببقى مثلا متارجت ثمان اسماء لو انا خدت منهم خمسه او سته ده نجاح على فكره طبعا مش مشكله وبكل تاكيد لو النادي الاهلي متارجت ثمان اسماء استحاله ياخد اثنين منهم استحاله يعني نتكلم كلام منطقي يعني نتكلم حتى ادنى تقدير هياخد نصهم هياخد اربعه
وممكن ناجل زي ما ثابت قال الاربعه التانيين ليناير. بس انا بقول لكم اهو، لو احنا النهارده النادي الاهلي متارجت 10 ربما يجي 8، لو متارجت 8 يجي 6، ممكن يجي 8 كلهم. ففي الاخر مليون في المية مليون في المية حته ان بيمهدوا لنا ان مفيش صفقات لان احنا فشلنا في مش عارف ايه، شوف ده مش موجود. شوف انت قعدت تقول ايه وتحكي في ايه. ايوه، واحمد قاعد يقول ايه ويحكي في ايه، وانا قعدت ها. شوف الطهلاق بكره بقى هتلاقي، مش بكره كمان خمس دقايق كده هتلاقي الحبايب. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. طب اذا بقى، اذا بقول اذا يعني اذا نفترض ان كل حاجه فيها احتماليات 1% طبعا اكيد يعني بنعمل كام احتماليه، اذا يعني النادي الاهلي فاجئنا باسماء لم تكن اصلا مطروحه على الساحه الاعلاميه، وكلنا يعني كل واحد فينا يعني له في الجزء الاعلامي حته في مكانه، اذا طب هنا بقى هل الناس اللي قالت كذا كذا حد بيعتذر ولا هي بقى لا 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 فلازم يكون في حته جزء من الثقه. انا من كام يوم كده قلت ان النادي الاهلي هو الجرار اللي بيجر الانديه او بيجر لان هو الافضل وهو الاكثر في حق الرعايه والكلام ده كله خلاص. ناس قالت لك اسلام بيقلل من الانديه الشعبيه، وهذا الموضوع غير حقيقي، لكن كل الناس اللي قالت الكلام ده وردوا عليا بفيديوهات طويله نص ساعه وساعه ومش عارف ايه مليون واحد كتير يعني كلهم طبعا لا ينتموا او ما بيشجعوش النادي الاهلي، لما ردوا هم كويس عارفين كويس جدا الكلام اللي انا قلته صح والله العظيم. فانا قلت لهم امبارح، قلت لهم يا جماعه هل ينفع حد فيكم بعد ما تشوفوا الارقام يطلع يعتذر؟ مش يعتذر لاسلام، يعتذر للنادي الاهلي ولجمهوره. هل ده هيحصل؟ مش هيحصل طبعا. هو مليون في المية، مليون في المية في مثلا في ملف البث التلفزي اكيد اي نادي الماتش بتاعه مع اكس هيبقى بثمن ثمن الماتش نفسه، لما يكون هو الهوست بقى هو الماتش بتاعه هو والنادي الاهلي هو الضيف، هو نفسه بيبيع الماتش ده بثمن مختلف تماما. ايوه ما هو انا لما بقول كده ما مش عارف، هو على فكره ده طبيعي وانت كريم عارف واحمد لا عارف. ولا انا نقص تقليل لحد الكلام على الواقع، لكن ده واقع الواقع يعني. بالظبط كده، وكل الانديه في مصر عارفه هذا الكلام، وبالتالي من الواضح ان احنا الفتره دي بيتاخد كلامنا وبيتجزأ وبيتقال بطريقه او باخرى. هذه هي فتره اللجان الالكترونيه زي ما وريتك كده، انا وريتك وانا معايا الدليل، يعني معايا دليل النهارده واحنا قاعدين كده ما بنعملش حاجه والله، يعني احنا قاعدين ببص لقيت كوبي وبيست من بعض، كوبي بيست يعني مش ممكن. وعندي دليل فيما سبق ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي ماشي بطريقه اللجان بشكل فظيع. هم شغالين برضو، هم دلوقتي لازم جمهور النادي الاهلي يكون فاهم ان هم بيحاولوا الفتره دي يحسسوك ان انت مش هتعمل صفقات، ان انت مش هتجيب صفقات، ان انت وبعد كده ان شاء الله لما يتم الاعلان على الصفقات والمدرب افتكروا الكلام ده برضو، هتلاقي اللجان دي شغاله بتعمل ايه، دول جايبين صفقات تعبانه، صفقات فاشله، أيوة. صفقات مش عارف ايه. بعد اسبوع بالظبط هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو بيحطك تحت ضغط دايما، هو يقول لك دلوقتي انت مش هتجيب صفقات، انت مش هتعمل صفقات، انت يا عم عرفت منين؟ ما لسه 10 ايام ده، لسه عشان القيد الافريقي يقفل لسه 15 يوم، 15 لسه بدري، مستعجل على ايه؟ لا هو كده. وبعد ما تجيبها يقول لك اصل انت مش هتعرف، يعني اي حد ما بيشجعش النادي الاهلي هتلاقيه بيقول لك كده، يقول لك ان انت مش هتعرف تجيب صفقات، ان انت صفقاتك هتبقى مش عارف ايه. لا يا جماعه، الاهلي النادي الاهلي هيجيب صفقات، والنادي الاهلي بيجيب في الصفقات اللي الاماكن اللي هو محتاج، اللي هي مثلا في حته الاجنحه الاماميه، في المهاجم، في المراكز اللي لجنه الكوره او لجنه التخطيط شايفه ان النادي الاهلي محتاجه، فالنادي الاهلي بيدعم. لا احنا اصلا الانتقادات المحليه اصلا يا كابتن اسلام هي ممتده لغايه اول اكتوبر، يعني حتى محليا انا لسه معايا لا بس برضه انت محليا يعني اللي هتجيبه محلي لازم يلعب معاك، يعني انت هتجيب محلي ليه؟ اكيد ماشي مش مختلف، بس الفكره حته لازم الناس تفهم حته مهمه جدا جدا، ان احنا دلوقتي في عصر فعلا الكلمه ممكن ترفع السعر من جنيه ل 10، ده امر صعب جدا. انا النهارده بحط بعد ما يتم الاعلان عن الاسماء ان شاء الله هحكي كام قصه انا عارفها. طب جميل، اوكي حلوه، واسماء الناس كلها شايفاها وعارفاها، واما نشوف ساعتها ايه اللي هيحصل يعني او ايه اللي هيتقال، لانه يعني الحاجات دي بتشاء الظروف ان انا ببقى قاعد فيها او بسمعها او بعرفها من 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 مصادر مسؤوله، فبالتالي بسمع اللي بيحصل وبشوف اللي بيحصل، فبلاقي ان فعلا زي ما انت بتقول من 1 لـ 10. ايوه والله تحديدا طبعا. من 1 لـ 10 طبعا. مش طبعا. كلام تاني. فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نكمل مع كريم سعيد واحمد ثابت، و بعد الفاصل كلاتنبرج نتكلم عن كلاتنبرج. بعد الفاصل هنطلع نتكلم عن او هنرجع نتكلم عن كلاتنبرج ورؤيه احمد ثابت وكريم سعيد لوجود كلاتنبرج خلال الفتره القادمه.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كلاتنبرج وتجربه كلاتنبرج تجربه مهمه جدا وتجربه رائعه ان رئيس لجنه الحكام يطلع يحلل الاخطاء التحكيميه بتاعه الاسبوع كلها بتاعه يعني اغلب اللقطات الهامه في على الفيديو على صفحه الاتحاد الكوره. اعتقد ان هي يعني حاجه مهمه كمان ان احنا اول مره نسمع صوت الحكام وهم بيتكلموا مع بعض في الفار. يا ريت دي كانت بتحصل من اول السنه كانت هتفرق معانا كتير، لان اولا بتحط الحكام تحت ضغط مهم جدا ان انا لازم اراجع اللعبه وان بتقلل الاخطاء التحكيميه، والحاجه الثانيه بتبين المخطئ مين. النهارده لما يبقى مثلا الحكم الساحه شايف ان اللعبه دي مش ضربه جزاء وحكم الفار ناداله قال له تعالى شوفها والحكم ما راحش شافها، اذا بتبين كمان مين المتعمد في الخطا سواء اذا كان حكم الفار ولا حكم الساحه. نقدر بقى ساعتها لما بنحسب الاخطاء التحكيميه نبقى عارفين ان حكم الفار ده مثلا هو كل مره اللي ما بيروحش يقول له مثلا، غير ان هي بتكشف الاخطاء التحكيميه كلها بتبين اذا كان ده فعلا خطا مقصود ولا خطا مش مقصود، خطا متعمد ولا مش خطا متعمد، هتقلل الاخطاء التحكيميه تماما. كمان الحكام بتاعتنا تستفاد من خبير اجنبي او من راجل تحكيم خبير تحكيمي اجنبي يقدر يحلل الحالات التحكيميه كلها الموجوده والاخطاء. اعتقد ان هي تجربه لازم تستمر، تجربه مهمه جدا تم تجربتها في الاسبوع الاخير من الدوري، نتمنى ان هي تحصل من اول اسبوع في الدوري السنه الجايه لانها هتفرق كتير جدا وحكامنا هيتطوروا وهتقلل الاخطاء التحكيميه اللي عانى منها النادي الاهلي في الدوري اخر سنتين سواء الموسم ده او الموسم اللي فات. شفنا اخطاء تحكيميه كتير اهدرت نقاط كتير، يعني الموسم ده تقريبا 15 نقطه 14 نقطه والسنه اللي قبلها 15. ما حسبت بعد ال 14 بطلت احسب 14 والسنه اللي فاتت 15 يعني 29 نقطه ضايعين من النادي الاهلي بسبب اخطاء تحكيميه في اخر موسمين، فرقم كبير يعني. كريم طبعا التجربه اللي عملها كلاتنبرج البعض ممكن يشوفها يقول لي مثلا ايه، طب ما الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيطلع في مداخلات هاتفيه وتليفونيه مع البرامج التلفزيونيه بعد كل مباراه يكون فيها حاله جدليه وبيحللها، ايه الفرق يعني ايه الجديد؟ لا الجديد هنا امر مختلف، ان كلاتنبرج عمل سنه كويسه جدا هو انه بدا يختار في الاسبوع اكتر خمس حالات جدليه وبيعقب عليهم بفعل اسلوب وطريقته محايده تماما في عرض الالعاب كلها. حتى الناس اللي شافوا الخمس العاب ربما واحد لما شفناهم لايف كان ارائنا فيهم ممكن تبقى مختلفه عن ما نسمع كلاتنبرج لما هو علق عليه. كلاتنبرج كمان بصراحه وهو بيعقب على الالعاب فعلا قدم حجج قانونيه بتاكد لنا ان هو مثلا ايه قراره صح، يعني كلمته صح، يعني هو قال حاجه من القانون بتؤكد ان كلامه يؤيد قرار الحكم. يعني طبعا في الخمس حالات بصراحه ايد الخمس قرارات بتوع الحكام سواء الفار او حتى حكم الساحه. وبالتالي هل هنلاقي بقى حاجات تانية لا نقطه مهمه، لا اهم نقطه اللي انا حسيتها بصراحه. بص يا كابتن اسلام، مصر الحكام بصراحه مش في الكوره بس في كل الالعاب ساعات اللعيب نفسه البروفايل بتاعه بيفرق في قرار الحكم. بمعنى ايه؟ مثلا لو لاعب ذوق قوي ولاعب مؤدب 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 وعمل فاول يستحق الطرد ممكن حاجه ما تردوش يكتفي بانذار. كانوا بيطردوني والله. وبعدين ايه انا كان ايه يجي يجري فيجري من قدامي كده يخبط رجليه ويبقى دايما الانذار الثاني فيديني الانذار الثاني ويقول لي معلش يا اسلام والله بس هعمل ايه. بالظبط. فممكن بعض الامور الايه العاطفيه معلش يا اسلام والله يعني الراجل بعد ما بيديني الطرد يعني احنا اصدقاء بره الملعب فبيقول لي يا اسلام يعني معلش يعني عادي انت لازم تاخد الانذار او الكارت الثاني عشان بس معلش الكلام ده عارف ياخدوه يحطوا عليه كلمتين. لكن وجود كلاتنبرج النهارده اعتقد انه هيحل حاجات كتيره جدا عند الحكام فيما يخص التعامل مع المباريات. انت راجل نازل تنفذ القانون، القانون ده ولا فيه عاطفه ولا فيه احتواء ولا في انك تاخد بالك من فلان ولا تاخد بالك من علان اصل تتصور مع ترتان مش عارف مين، لا مفيش الكلام ده خالص، انت هتنزل تنفذ القانون زي ما اتقال. وهنيجي لو انت النهارده غلطت كلاتنبرج هيطلعك على المسرح في الفيديو اللي هيتم نشره على السوشيال ميديا بتاعت اتحاد الكوره. ليه؟ يبقى خطأ فادح منك واللي هيطلع رئيس الحكام يقول يا جماعه لا دي غلط مننا وان شاء الله مش هيتكرر. فبالتالي مهم قوي قوي بصراحه اللي عمله كلاتنبرج ده وتحليله الاداء وتحليله فين بقى يا كابتن اسلام على
صفحه الاتحاد الرسميه، ما طلعش في مداخله هاتفيه، ما طلعش ضيف، لا هو طالع جزء من شغله. واعتقد الروح دي والشكل ده في وجهه نظري لما نبدا بيه الموسم الجديد هتبقى الامور مختلفه. اه طبعا. اخيرا الاتحاد الانجليزي او لجنه الحكام في الاتحاد الانجليزي اقرت، وهي في مباراه تشيلسي على ما اتذكر الاخيره، اقرت ان هناك خطا في مباراه تشيلسي الاخيره، مش فاكر ضد مين، فولهام تقريبا. تشيلسي كان بيلعب فولهام تقريبا يعني. المهم المباراه الاخيره اقرت لجنه الحكام ان هناك خطا في لعبه معينه، ونزلت بيان وعملت وشكرت وقالت احنا اسفين وبتاع وبنعتذر عن الخطا ده. هل ده ممكن نشوفه الايام الجايه؟ اه طبعا مع كلاتنبرج اعتقد. اه لان هو الاجنبي عشان بس، لا انا بتكلم عشان الكابتن عصام عبد الفتاح عندما كان رئيسا للجنه الحكام كان بيدافع عن الحكام فقط. لجنه بيدافع. انا عايز اقول لك حاجه، احنا لو تفتكر طبعا كنا تاني وبعيد، معلش حقنا يعني احنا نعيد ونكررها تاني، ان قناه النادي الاهلي كنا من اول وسائل الاعلام اللي طالبنا بتعيين رئيس لجنه حكام اجنبي. طبعا وقلنا ساعتها لما التعين بقى حذرنا من حاجه، هتحصل هجمه على الراجل عشان ما التجربه دي ما تنجحش. وبالفعل انا والله يوميا بسمع تصريحات لمسؤولين داخل الاتحاد، كلاتنبرج مش هيضيف حاجه، وما كانش ينفع نجيب واحد فاشل جاي مش عارف منين، مسؤولين. فتاني الراجل لغايه دلوقتي ماشي كويس، واعتقد كل ما هيمشي وهيلاقي يعني مسانده وهيلاقي ان الناس فعلا كله هيسكت عايز ينجح، لا هينفذ حاجه بتقوله ده. لو في غلطه هيطلع يقول ايوه احنا عندنا خطا، والحكم ده كذا غلط في كذا كذا كذا، واحنا بنعتذر. وهنلاقي ان الحكم ده ما مش بيحكم ماتش في الاسبوع اللي وراه، مش يطلع بقى. لا انا مش عايز حد يعتذر، انا عايز حد يجيب اصل والله احنا ما نقدرش نعلن عن العقوبات عشان مش عارف ايه، ويحسسونا ان لا بس هو قال ان هو مش هيعلن عن العقوبات، هو قال لك ما فيش حد بلد في العالم هيعلن بيعلن عقوبات، ولكن الناس هتتفهم الامر من خلال عدم وجوده في الاسابيع التاليه. ما انا لما اعتذر، انا النهارده لما اعتذر عن وجود خطا، ايوه ما انا استفدت ايه برضو؟ معلش ما تزعلش مني يا عم كريم، انا راجل انا بلعب في النادي الاهلي دلوقتي، اولا النادي الاهلي وانا مشجع للنادي الاهلي، استفدت ايه لما الحكم يطلع يقول لي انا اسف؟ ما تزعلش. ال 14 نقطه بتوع الموسم الثاني ما كانوش هيضيعوا زي ال 15 نقطه بتوع الاسبوع الموسم اللي قبله. ايوه ماشي، بس قصدك ايه يعني؟ هيضيع مني ثلاث نقط بس احسن من الموسم الماضي يا كابتن اسلام. اه احسن وكل حاجه، ولكن الثلاث نقط دول ممكن يخسروا الدوري برضو. احنا عايزين جزء اهو، مش بنبرر خساره الدوري كلها للنادي الاهلي التحكيم، لا احنا مش من النوع ده، لكن في عامل التحكيم بكل امانه الاخطاء اللي احنا شفناها في اخر موسمين اخطاء فادحه. ما النادي الاهلي ياما خسر قبل كده دوريات وعادي، مش اول مره ولا اخر مره، ولكن الاخطاء اللي احنا شفناها في اخر موسمين تكاد تصل لدرجه التعمد بكل امانه. جون زي ماتش بتاع طلاع الجيش من بتاع الموسم اللي فات ده مش ممكن. الكره بتاعت ازاي بتاعت حمدي امير عابد برستاو الباك رايت حمدي فتحي في امير عابد في حمدي فتحي لا هو برستاو انا بتكلم على برستاو بتكلم على كوره يعني المفروض وانت جاي كده تحط ايدك في جيبك تطلع الكارت الاحمر وتقول له احمر اتفضل وبعد كده تشوف هتعمل ايه بالظبط ما حصلتش انا اعتقد هذه النوعيه من الاخطاء اتمنى طبعا بصوا شخص واتفائل انها مش هتحصل في حقبه كلاتنبرج واتمنى والله 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 من موضوع اهلي ولا زمالك اتمنى من جميع وسائل الاعلام انها تحمي كلاتنبرج مع بدايه الموسم الجديد عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا حلقه جديده من البيت الكبير